استنى يا ست، انت رايح على فين؟ الله يسهلك. نزلي يدك، انا مفيش راجل يهوي بصوبي ابدا. انت دخلت هنا ازاي اصلا؟ هي دي مش اكنده؟ اكنده ولا مش اكنده؟ يعني ادخل بكيفي اخرج بكيفي؟ وايه البتاع اللي انت شايلاه على كتفك ده؟ بالزلع. وانا مش هقعد اكل منين لحد ما امشي؟ تمشي منين؟ مين قالك انك هتقعدي هنا اصلا؟ وما اقعدش ليه هنا؟ ما اقعدش ليه؟ جربه ولا فاقده اهليه؟ انت عارفه الليله هنا بكم؟ انا اقعد هنا بفلوسي، واشتريك انت كلك يا خضراوي على بعضك كده برضك بفلوسي. فلوسي يا بتاعت بلص المشي انت، امشي من هنا قبل ما اجيب لك الامن. ده انا اللي هجيب لك الرجال اللي عندينا في البلد يمسحوا بيك البلاط، ما يبلكش صاحب. ده انت لسانك طويل قوي. ويد اطول. ماشي قدامي وديني الاستقبال. ماشي. تعالي. هنا؟ تعالي. شوف اللي احسن منيك. السلام عليكم يا زين الناس. وعليكم السلام يا زينة الناس. الاقي عندكم اوضه النفر بس تكون بعيده عن الرجاله اللي هنا. استاذ بس ممكن نبعد الزلعه دي شويه بس عشان الريحه الاول. ايه مالك خفيفك ده؟ ده مش صعيدي بدوده من نوع الفاخر. حضرتك جايبنا معاكي كمان مش صعيدي بدوده من نوع الفاخر؟ امال؟ لا كريمه. صابره. ما طبعا شايله الزرعه دي كلها اكيد صابره. صابره اسمي صابره. سوري منورانا يا ست صابره. انا كان قصدي كريمه، يعني حضرتك من باب الكرم يا فندم. ماشي خلص. الاقي عندكم اوضه ولا اروح للاكنده اللي في ريحكم؟ يا فندم احنا ما عندناش اكتر من اوض موجوده، بس السؤال يا فندم حضرتك يعني انا اسف معاكي تمن اوضه؟ من جنيه الالف. ما شايفش؟ لا شفت بس. ما شايفش؟ لا شفت بس. ما شايفش؟ والله شفت، والله شفت يا ست صبر. انا بس اكمل الجمله يا فندم. انا عندي نوعين من الغرف، عندي هاف بورد 1500 جنيه، فول بورد 2000 جنيه. انهي الاكثر؟ واضح ان انا مش واضح اصلا. فول بورد. خلاص يبقى تحجز لي 3 ليالي بالفول بورد. 3 ليالي يا فندم؟ بول بورد مش انت اللي قلت؟ انا اللي قلت فعلا بول بورد. خلاص هتفتح بقى سي فيو ولا جاردن فيو؟ انت هتتفزلك كتير ليه؟ عارف انا بسال، مش هي بول بورد؟ ما باين السؤال. مش عايز انهي الاكتر؟ يبقى بول بورد سي فيو. عينيا استاذن بس حضرتك يا فندم، هندي البطاقه لسعيد عشان ما يصحش اوقفك اكتر من كده انت والزلع هنا. تمام اتفضل يا فندم، ادي الكارت. ايه رياكشنز قبل الجمال ده؟ تعرف منين انت عشان تديني الكارت بتاعك؟ قالوا لك عليا ايه؟ لا والله ما قالوا لي حاجه. ده حضرتك ده كارت الغرفه يا فندم. عارف حضرتك الكالونه ابو مفتاح اهو، ده بقى عامل زي كارت يخش يطلع كده يفتح الباب. مديرنا يعني؟ مديرنا. الامريكان ما خلوش حاجه. هم فعلا ما خلوش حاجه، بس ما شاء الله حضرتك عليك زغره عين. فكرتني بالنجمه الجميله استاذه هند صبري في فيلم الجزيره. مش واحد، واحد واثنين مع بعض. اتفضلي يا فندم. ماشي ماشي. بقول لك ايه يا خضراوي، انت جيب لي العفش بتاعي على اللوضه. عفش؟ ايوه. بيروحوا منين؟ من هنا يا فندم، من هنا يا فندم. هتلاقي العفش ايه يا ابني انت؟ الله زينت الناس كلها هي عايزاه. ماشي ناقصين يا ابني. الزلعه يا صبره، الزلعه حضرتك سبتيها هنا. تازه. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده الواد ده مين؟ الواد ده مين؟ الواد ده مين ده؟ الواد ده ايه ده؟ في ايه يا دكتور؟ لبشت جدتي؟ معلش انا اسف، اصل انا بحب الاغنيه دي قوي. وانا كمان. ممكن اكشف عليك؟ اتفضل. استاذ فارس واضح ان حضرتك تعبان قوي. لا يا راجل، ما انا عارف انها تعبان. انا جايبك عشان تقول لي عندي ايه. ها؟ انا جايبك عشان تقول لي عندي ايه. هو حضرتك بتوجه السؤال ده ليه انا؟ هو في حد غيرنا في الاوضه؟ انا ما اعرفش حضرتك عندك ايه. وبعدين يا فندم انا حاسس ان السؤال ده شخصي قوي. هو انا بسالك متجوز مين ولا بتاكل ايه؟ يا ابني هو انت مش دكتور؟ لا يا مستر فارس بقى، لا ما اسمحلكش بقى، انت عمال تجرح فيا بقى. ايه ده؟ قلت لك 100 مره انا دكتور باطنه. ما درستش انا 3 سنين في كليه الطب عشان ادرس الضرايب. على فكره هما 7 سنين. وات ايفر. طيب معلش خلاص، طيب ما تزعلش نفسك. احنا انا وانت نشوف دكتور. نعم؟ قصدي دكتور أمراض عصبية يعني. عصبية؟ دكتور نفسي. أنا بحسب دكتور بطنة زميل ليا يعني. أستاذ فارس أنت بتلعب على فكرة. مش كلك بتلعب، في مناطق فيك بتلعب.
الحاجب بيطلع وينزل. اوف الودن بترجع لورا. امسك. ايه ده؟ انت عندك صدمه عصبيه؟ ايه ده؟ ايه ده والبق بينزل لتحت كده؟ بينزل لتحت. ده انت كده حزين، صدمه عصبيه وحزين كده. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اجيب دكتور امراض عصبيه؟ اجيب دكتور نفسي؟ لا لا يا فندم، انت عارف مش محتاج دكتور نفسي، ده حضرتك محتاج محاسب ضرايب يجي ينقذك من مباحث الضرايب. ما انت طول ما حضرتك قاعدني في الاوضه دي بطبق الفاكهه والفشار مش هتفلح ابدا. هي مأموريه الضرايب عملت لك كمين وحضرتك وقعت فيه زي لا مؤاخذه كده بوم، اللي هو بوم كده. عندك حق. بقول لك ايه؟ من غير ما تعصب، من غير ما تضايق، حاجه صغيره كده بس، ممكن؟ بس يا فارس احنا اخوات. حبيبي انا عارف والله. انا عايزك تسيب الاوتيل وتمشي. اسيبه لمين؟ لا مش لحد، انا عايزك يعني تسيب الاوتيل وتمشي. يا على الكرم والاخاء. لا مش عشان انا صاحبك يبقى فيه واسطه وكده، لسه الشيفت بتاعي ما خلصش. لا مش شيفت، عايزك تسيب الاوتيل تماما، تسيب الاوتيل تماما، تسيبه وتمشي. فارس بطل الهزار ده يا شقي. انت عايز تسمع؟ انت عايز تسمع؟ اطلع بره، اطلع بره، بره بره. بس عليك وصار فيكم مجهودي. مرسي مرسي مسيو. انا عدوي. ايفن، ايه ده حضرتك تعرفني؟ ايه عدوي، انت اتجننت ولا ايه؟ ولا انا عشان ماشي يعني ولا ايه؟ مسيو غلاب. ايفن انا ماشي عدوي ان شاء الله. دكار مسيو، الباب يفوق جمل. نعم اتفضل فندم، اتفضل. بقول لك يا عدوي، ايوه عشان خاطر عدوي. ايه ده في ايه يا فندم؟ لا لا بص يا عدوي، انا عارف انك انت الوحيد اللي بتشرب مستر فارس القهوه. ايوه عشان ما فيش غيرك طبعا. أيوة. لكن عارف انك غالي عنده قوي، فانا عايز اقول لك يعني مش عارف اقول لك، مش عارف ممكن ما تخلوش يرفدني. شوف يا فندم، انت عارف طبعا ان مستر فارس بيسمع كلامي في كل حاجه، بس موضوعك ده يعني بصراحه صعب عليا جدا. ليه يا عدوي؟ ده ربنا يوضع سره في ازبل خلقه. ايه؟ ازبل خلقه؟ ايوه يعني. لا يا عدوي انت حبيبي عدوي، انت عارف المشكله يا عدوي ان انا يعني طول عمري مع جده وعمري ما ربيت زباين في القاهره، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف. خلاص يلا روح شوف شغلك. قول يلا قول. ايه ده؟ لسه ما مشيتش؟ غايه في داهيه. استنى عايزك. اسف كرامتي ما تسمحليش استنى لحظه واحده بعد الكلام السم اللي انت قلته لي. ما تتحمقش قوي كده. هتحمق ليه؟ انا رايح القاهره والزباين على قفا من يشيل، والقضايا هناك زي الرز. رز ولحمه ايه؟ ده انت تلاقيك مشطوب بالنقابه من 20 سنه. اخلص، عايزني في ايه؟ استاذ غلاب. نعم. الضرايب هتخرب بيتي يا غلاب. كم مليون اللي هورثهم هيروحوا مني. قول كده. اولا تروح تنزل على القضيه بتاعت مروه. لا مروه لا. اقول لك ايه؟ شوف لي واحده ثانيه. شوف لك فين عروسه. مفيش غير عدوي. عدوي اجيب لك عدوي. ما تقلقش امشي ولا اخش ولا اعمل ايه؟ يا ستار يا رب، انت حاطه ايه في الشنط دي؟ طب مشي وانت ساكت عاد. انا من الاول قلت ما عايزاش رجال يشيلوا لي الحاجات بتاعتي. وانا من الاول ما كنتش عايزك تيجي المكان ده اصلا. يا رب طوب عليا من خدمة البيوت اللي أنا فيها دي، أنا زهقت زهقت. كفاية كبرت أما بقى، وقفت هنا ليه؟ أوضتك. ماشي. رايح فين يا غراب البين أنت؟ هدخلك الحاجة جوه. لا، حمل الشنط هنا وروح جيب لي بقية الحاجة، وأوعى تكسر الزلعة. إيدك على التبس. يعني إيه؟ يعني إيه؟ ولا تعرفي أي حاجة، اتفضلي. ماشي. ده يا اخضراوي دمك تقيل. يا لهوي ايه الوضع العفشة ده؟ هو ده البرستيج؟ فين الفول بورت ده؟ جاتكم البلاوي. ايه ده بقى؟ ما لقيتوش ثلاجة أكبر من كدي؟ يابا 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 يابا، استغفر الله العظيم، منكر. أعوذ بالله أعوذ بالله. اهدى اهدى.
المرأة المستضيفة. جاتكم البلاوي. اهدى. أنا اتضحك علي ولا إيه؟ ودي قاعدة. آه يا صابرة. لا. لا يا صابرة. اوعك البهرجة دي تنسيك المهمة اللي انت جاية عشانها. حوصل لك يا ولد الفرطوس. حوصل لك. وحفرغ الطبنجة في نفوخك طلقة طلقة. وهعوم. هعوم في دمك. لحد ما اكسر الرقم الاولمبي. انا صابرة. صابرة وكاتمة وساكتة. بس المشكلة اني ما عرفاش شكلك ايه. الله يكرم مخيمر. الله يكرم مخيمر. هو بعت لي الصور على التلفون. ايوه ايوه صح صح. ايوه الله يكرمك يا مخيمر. الله يخرب بيتك يا مخيمر. وش ده ولا قفا؟ الله يخرب بيتك يا مخيمر. الله يخرب بيتك يا اخي. بس هوصل لك. حد غيري. دي كانت ناقصه ترن بالشلوت وانا ماشي. روح المخزن هتلاقي شنطتين جوه، روح وديهم لها. هي نسيتهم المره اللي فاتت. وانا هتكلمي مشفر ولا محتاج باسورد ولا السبكه عندك واقعه يا فريده؟ في ايه يا فريده؟ اخلص. والله انا زهقت منكم بقى، زهقت. مساء الخير. مساء النور. انا عيد ميلاد مراتي النهارده. بجد؟ كل سنه وهي طيبه. ينفع اعمل اوردر بتورته صغيره تكون على قد انا وهي؟ اه طبعا حاضر. هي بتحب الشوكولاته. اوكي. هتكون جاهزه امتى؟ ممكن بعد العشاء مثلا. كويس. كويس قوي. هي معنى كده ان هي جايه في السكه صح؟ لا المدام مش جاي. ليه؟ عشان هي توفت من 3 شهور. أنا آسفة. أنا آسفة بجد والله. كنا عايشين مع بعض في إسبانيا. لما بقيت لوحدي قررت أرجع. ربنا يصبر قلبك يا رب. ممكن لو سمحت بس تطبعوا لي صورتها على التورته؟ حاضر. دي اخر صورة. شبهك مش كده؟ انا اتلخبطت بيني وبينها. ايه ده؟ عرفتي بقى انا مركز معاكي ليه من ساعة ما جيت؟ الله 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 الله. توضيحك بجد مزاوية يا فضلة. الله 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 الله. عروستك القمر يا بطل. عروسة ايه ونيلة ايه؟ دي بتضرب محشي على غيار الريق ام الحلة وقاعدة على البحر. وماله المحشي؟ ماله المحشي؟ ده انا هموت على صباعين ثلاثة من اللي معاها. يا عم انا ماليش دعوة بالمحشي. في حد ياكل في حلة وعلى البحر؟ ممنوع هنا في الاوتيل الكلام ده كمان. لا ما انا خليتهم يسيبوها، ما انا عارف انها هتبقى مراتك يا عم. انسى مش هيحصل. يا ابني دي اللي هتنقذك من الافلاس، ده غير الضرايب اللي هتحجز عليك. يعني انت غلاب سايب كل الستات الحلوة الأجانب اللي موجودة على البحر دي؟ ما نقتليش غير دي اتجوزها انا. والله كان على عيني. ايه انت ما قريتش الوصيه بتاعت جدك ولا ايه؟ لا ما قريتش. لابد ان تتزوج عربيه. عربيه ها؟ مش موتوسيكل اجنبي. عربيه؟ تعرفش كام سلندر؟ اه. ايه ده؟ دي بتلحس صوابعها. حياه فطريه جميله. قصدك فطريات؟ فطريات ايه؟ يبقى شيلها انت بس باكو مناديل بعد الجواز وهتبقى زي الفل.
بتبص على ايه المتخلفه دي؟ سبحان الله في طبع حضرتك. واحده جايه تتفسح بتملي عينيها بالمناظر الخلابه. الله، هي حره يا اخي. غلابه انا مش قادر استحمل، انا بطني قلبت. بقول لك ايه، اتجوزها انت وكل محشي زي ما انت عايز. فارس ده غريب قوي، حد يفوت عروسه بكلسون؟ كلسون الحبيب يا شباب، كلسون الهنا يا عرايس. يا ترى انت مين في الرجاله دول يا واكل ناسك؟ ولا لساك ما ظهرتش لغايه دلوقتي؟ يا شيو تشرب حق. ايه ده؟ انا بشبه لحضرتك على فكره. مين؟ مولانا، انت عامل في نفسك كده ليه؟ حاولت اهرب لكني فشلت، الناس مش سايبيني في حالي. معلش، الناس فعلا بتوحش قوي والله. هل تعلم ان البشر يتشاجرون بينما الشجر لا يتباشرون؟ لا يتباشرون؟ بس ده بيني ما بينك يعني. طب تشرب حاجه؟ هات لي كوب من السانشاين. سانشاين؟ يلا خليها تخرب. لا اله الا الله، الراجل بيشرب سانشاين؟ ايه الشجر يتباشرون والبشر لا يتباشرون؟ يولي ماشي، هات لي سانشاين. تليفونها كبير. الو الو، قرب يا ابني، انا واقف فوق جنب الشبكه، سمعاني؟ ايوه يا عم مخيمر، لسه ما عرفاش اوصل للراجل اللي اخوه قتل ابوي. الطار والله العار يا صابره، لازم تعرف اللي انت ما عندكيش اخوات رجاله ياخدوا الطار اللي قتل بوكي. انا بميت راجل، بس يعني الصوره اللي انتم مدينها لي دي مش باين ده بني ادم ولا خنفسه. يا بنت انا اللي راسمها بيدي من وحي الذاكره. يعني هم ما لقوش حد في البلد كلها يرسم الصوره غيرك انت يا مخيمر؟ انا الوحيد اللي شفته في البلد. اكده يبقى ما فيش حد شافه واصل. الطار والله العار يا صابره. ايوه يا مخيمر، بس العقل زينه برضك، الصوره دي مش باين لها وش من جفنة. كل اللي اعرفه ان هو لسه راجع من السفر قريب ونازل في الاقنده اللي انت قاعده فيها. لازم تلحقي تصفي دم قبل ما يهرب على اقنده تانيه، بس خلي بالك ممكن يشتغلك ويطلب انه يتجوزك. يتجوزني؟ ايوه، ما انت لما تتجوزيه وتعرفي ان اخوه هو اللي قتل بوكي مش هتعرفي تعملي معاه حاجه، لانه هيبقى جوزك يا غبيه. ده بعده والله، لطلعه من وسط ألف. سلام يا مخيمر. سلام يا ابني. بعد يا ابني، ما المكالمة خلصت، هتفضل تاجر في ايه؟ أمرك يا كبير. طار والله العار يا صاب. في الرحلة في الطريق صعب تقابل صديق، حب بحق وحقيقي إحساس ياخدك معاه أصحاب أنا وأنت وأنا. الله يا سعيد، الله. إيه ده صوتك قمر يا أخي؟ إيه رأيك؟ ما شاء الله، عسل يا سعيد. لا عسل والله. أنت بتعمل إيه يا سعيد يا حبيبي؟ برفع عن نفسي شوية. أقعد أقعد يا أدهم، أقعد. أه صح، أقعد أرفع عن نفسي شوية. أه نسيب شغلنا ونسيب الشنط ونقعد بقى ندندن، صح؟ يا فك بقى فك يا أدهم. بقول لك إيه؟ ما تيجي ننزل البحر. اه صحيح، ما ننزل البحر، بس انا ما عنديش مايو يا سعيد. هروح اجيب لك ابدع شورتين حالا ليا وليك من مخزن المفقودات. ايه ده يا سعيد، هو انت كمان بتاخد حاجات من مخزن المفقودات؟ بس الكلام ده بيني وبينك ما يطلعش لحد. يا سيدي، هو الحاجات دي حد بيسعى عليها حاجه؟ خلاص عادي ناخدها. المشكله ان انت بتدمر السياحه يا سعيد. هو انا بدمرها في ايه ان شاء الله؟ بشرابك يا سعيد، يعني لما زبون يعدي يلاقي حضرتك قاعد بالمن بتاع فندق محترم بالشراب بتاعه وقاعد بيدندن، السياحه تبوظ يا سعيد. صدقني غسله من اسبوع. ما طبعا غسول كله في مناخير يا سعيد. وصوتك قمر بصراحه، لا صوتك جميل، انا مش عايز اظلمك.
طب اغني لك تاني؟ اغني يا سعيد غني. ايش اصحاب انا وانت ولا قول يا سعيد فاكرين الله يا سعيد فاكرين طبعا طبعا ناسيين ان شاء الله هننسى كل حاجه يا سعيد كمل يا بابا كمل يا حبيبي الله ايوه يا سعيد الله اصحاب انا وانت هاي هاي بنت انا مش انتيم هاي اخرب بيتك يا سعيد كنت خايف ما تجيش انا فعلا ما كنتش هاجي ليه؟ يعني هو هنا اصلا ممنوع ان احنا نقعد مع اي جست يعني معقول اعمل عيد الميلاد ده كله في الاخر اقعد فيه لوحدي طيب انا ممكن اقعد معاك خمس دقايق كمان هيبقوا احلى خمس دقايق انا متشكر قوي على ايه؟ جيتي ورديتي تحتفلي معايا بعيد ميلاد جميل تعيش وتفتكر انا كنت قربت ايأس خلاص لغايه ما شفت لما ربنا يخليني ارجع مصر واجي الغردقه وانزل في بطوله ده بالذات عشان اشوفك يبقى ربنا بيعوض يعني انا عايزك تطمن خالص ورقك كله بايظ يعني لو سلمت الضرايب هتتسجن يا سلام تصدق انا كان نفسي اسمع منك الكلمتين الحلوين دول انت بعون الله لابس قضيه تهرب ضريبه مفيش كلام هايل الله يطمنك ومحدش يقدر يخرجك منها غير اتنين محاسبين بس في مصر واحد في اسكندريه ومات من 9 سنين والتاني انت صح؟ اه عرفت ازاي؟ لا ما هو باين بص طول ما انت لابس اللبس ده ومتنكر عامل لي زي شارلوك هولمز كده وان شاء الله الحياه هتبقى زي الفل مش احسن ما اقول لك احسن لنفسك بتتريق عليا يا عم انت ليه من ساعه ما جيت وانت محسسني ان انا عامل جريمه قاتل قتيل طب اقول لك ايه انا عايزك بس تطمن وتهدى انا بحاول اطمنك اهو الواحد دفع 5 مليون جنيه ومالكش دعوه 5 مليون جنيه ده دفعه اولى كمان ايوه انت مش عارف من جدك 30 مليون جنيه ولا ايه وبعدين اوعدك مش هتدفع اكتر من 5 مليون جنيه بس لا انا كده اطمنت بصراحه طب اتفضل انت وانا ان شاء الله اول ما ورس هبعتهم لك على طول ايه اللي احرج ده انت بتطردني ولا ايه لا 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 بس معيش فلوس دلوقتي ماشي 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 بس لعلمك بقى هتيجي في يوم تعيط وتبقى انت في الكلبشات ماشي يعجبني فيك التفاؤل بتاعك مخبر مخبر يعني الو ايوه غلاب هي البنت السعديه دي لسه عايشه ايوه يا سيدي لا مش هتقرا لي الفاتحة، هتقرا عليا الفاتحة. هتجوزها. والله يا زهني بيه. زهدي زهدي. زهني زهدي كلها بزين يا فندم، أنا حاسس إني شفت سعادتك قبل كده. أنا يا سيدي مش حاسس إن أنا شفتك قبل كده. لا 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 لا، ده أنت بسم الله ما شاء الله عندك طاقة سلبية كده تخنق، لكن في الشكل شبه واحد صيني تحت الخالق الناطق. واحد صيني ألف سلامة يا فندم، ألف سلامة. يا سيدي خف ايدك شويه انت بتنفض مرتبه ربنا ياخدك بالسلامه يا فندم انت عايز ايه يا استاذ علاب قصر ولم المكسر وهات من الاخر غلاب مش علاب معلش اصلا لما بتوتر النقط بتروح مني عايز ايه لا يعني انا بصفتي المستشار القانوني لفارس بيه وصديقه الشخصي حضرتك فهمته غلط هو مش عايز تهرب من الضرائب مش عايز تهرب من الضرائب ده مسجل له صوت وصوره الله فهمني بقى هو انت بتاع ضرائب ولا بتاع مبيع مش فاهمك بصراحه انا مامور ضرائب وهبلغ عنه المباحث هحبسه ويهون عليك اه يهون عليا الباشا جد متهرب من الضرايب بقاله 20 سنه وحفيده بينعم بهذه الاموال لمده 20 سنه ما سددش حق الدوله انا اتاخرت ترقيتي مرتين بسببه مرتين اه انا اللي زي دلوقتي مدير اداره تصدق انت ما صعبتش عليا خالص ولا انا بقول لك ايه فندم صاحبك هيدفع الضرايب يعني هيدفع الضرايب ماذا والا والله العظيم هحبسك واحبسه اه لا تحبسه هو اه تحبسني انا ممكن غلاب غلاب فندم. خرج نفسك من الموضوع دوت عشان في طار بايب بيني وبينهم وايه ذنب فارس بس يشيل ذنب جده غلاب يا فندم المقابله انتهت انتهت يا فندم مع السلامه اتفضل يا فندم مع السلامه شفت تصوير صاحبك والله لو في عدل في الاوتيل دوت كانوا خلونا نصور كل حفلاته كانوا بيقولوا لبعض ايه؟ معلش عرفني انت قلت لي صورهم من بعيد عشان ما يحسوش بيه ايوه يا سعيد يعني ما عرفتش تقرا حركه شفايفهم ازاي يعني هقرا حركه شفايفهم؟ ايه جو الكرتون ده؟ فك عادي بالجمله اه جست جا قال لها ممكن تقعدي معايا مش هتكسفوا عادي يا سعيد هو هي الجمله ليه؟ مش شايف نظراتهم لبعض عامله ازاي؟ تمام خلاص ولا الجو الشعري اللي قاعدين فيه والموسيقى الرومانسيه
وبصات كده من تحت لتحت. بص خلاص يا سعيد، خلاص ياخدها بالحضن. ما خلاص يا سعيد، خلاص يا سعيد، فهمت ان هو كان هياخدها بالحضن. يا سعيد اعمل ايه يا سعيد يا اخي؟ الله انت بتزعلي ليه؟ هو انا اللي كنت هاخدها بالحضن ده هو؟ لا اسف سعيد، خلاص سيبني بس مع نفسي قاعده شويه كده وتمام تمام. سيبك حاف كده، ده انا منفذ لك اكبر عمليه تجسس في تاريخ الاوتيل. يعني لو في عدل في التلفزيون كان عملها مسلسل اذاعي. يعني انت شايفني قاعد بغني قدامك وبضمحل لجوه، وانت كل اللي بيدور في ذهنك يا سعيد التبس؟ انا بجد مش عارف اسمي ده ايه. رشوه. رشوه؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني تبس. تبس برضه؟ اه تبس. ولا انت التبس بالنسبه لك ضار جدا بالصحه؟ يعني هو هيبقى موت وخراب ديار يا سعيد؟ لا خراب ديار ولا حاجه، الحقهم بقى قبل ما يتجوزوا. اتجوزوا؟ امال قاعد معاها بيلعب الشايب يا صاحبي؟ اه يعني انت حضرتك جايب لي خبر ان هم هيتجوزوا وعايزني اديك تبس. طب ثانيه واحده تعمل ايه؟ لا بدور على حاجه عشان ارميك بيها يا سعيد. امشي يا سعيد. ايه لو سمحت عم اديني بدل بسطرمه من عنديك. آه اللي بقى فاول البوفيه وبالمره اقف في دورك. دوري؟ جاي افطر ولا اقبض معاش؟ عش كلنا هنفطر بس بالدور. دور ايه؟ مش كفايه ما رضيوش تجيبوا لي الاكل لحد عندي في الترابيزه وقالوا لي قومي هاتيها لنفسك؟ ايوه ما هو المفروض ان ده اوبن بوفيه مفتوح. ومين اللي فتحه؟ ايه ده؟ اللي فتحه يقفله. ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت حاجه صعبه قوي. صعبه ولا مش صعبه؟ وانت هتحاسبني؟ الله الله الله، بالراحه لو سمحتي، بالراحه. مادموزيل ثوره. نعم. حضرتك اتفضلي في الترابيزه وكل الاكل اللي بتحبيه هيوصل لك لغايه عندك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. سامع. علي نعم انت راجل بتفهم. الله. يا فندم الهوالم اللي زي حضرتك اللي كلهم اتيكيت ما ينفعش يقفوا في طابور ابدا. اتفضل يا فندم. يا اهلا وسهلا. وانت بقى هتطلع مين يعني في اللقندة دي؟ مع حضرتك غلاب عبد الوهاب المستشار القانوني لمستر فارس قنديل صاحب اليغمة دي. صاحب الاوتيل يا فندم. حصل لنا الشرف يا سيدي. حضرتك مستر فارس بعت لك الكومبليمو ده. قنبلة؟ ايه لا يا فندم، قنبلة ايه؟ اعوذ بالله. كومبليمو يعني هدية. شوية بتاو على شوية فايش، حاجة كده تاكل صوابعك وراها. وانا ناقصة بتاو؟ انا هربانة منيها من البلد. يا فندم ده اخذ مجهود من مستر فارس، ده فولكلور شبه الدرس العظيم بتاعك ده. ساعتك ممكن مستر فارس يقعد مع حضرتك نص ساعة وبالمرة ياخد رأيك في التست بتاع البتاو والفايش. سوري ما بقدرش انا اقعد مع راجل غريب، ما بقدرش. لا غريب ايه، ده صاحب الاوتيل. ان شاء الله لما تقعدي معاه هتلاقيه قريب قوي ان شاء الله. وعد. جيلاطي ده ولا حجر؟ ياي. ايه راح فين؟ ده انا ما صدقت خدت لك منها معاد. انت مش شايف بتاكل ازاي؟ عادي عادي، علمها الاتيكيت بعد الجواز، عادي سهلة. يلا اتكل على الله ربنا يوفقك. صباح الخير. انت هتستقبلني؟ مين انت؟ انا فارس قنديل صاحب الاكاندا. اه انت بتاع البتاو؟ اه على الله يكون عاجبك. خايب، ما بتعرفوش تعملوها هنا، فشله. ربنا يخليك، ميرسي قوي على ذوقك. عادي، بالمناسبه الافوكاتو بتاعك كان قال لي انك عايزني في موضوع مهم. اه ما قالكيش بقى انا عايزك في ايه؟ لا ما قالش. ايه القرف ده؟ ما تقول كنت عاوزني في ايه؟ المحامي، المحامي ما قالكيش انا عايزك في ايه؟ ما قلت لك لا ما قالش. طب هو انت في حد في حياتك؟ كتير. عندي اهلي وحاجاتي وخلاجاتي والبط والبهايم. بهايم؟ لا انا في حد جايل عليكي؟ مين اللي استاجر يقول عليا حاجه؟ مش قصدي يعني مرتبطه متجوزه مخطوبه. لا انا بمزاجي اروح واجي ولسه ما اتخبطتش في نفوخي. طب انا اخبطك انا في نفوخك؟ قصدي يعني انت تخبط فيا. يا خبط في نفوخك انت، تخبطني بتاع ايه؟ تتجوزيني. خلي بالك ممكن يشتغلك ويطلب انه يتجوزك. انت عايز تتجوزني؟ شفت الهنا اللي انا فيه؟ اهلا
ايه اهلا دي يعني موافقه ولا مش موافقه؟ لا يعني بقول نتعرف على بعض الاول ندرس بعض. لا لا اصلا انا مستعجل. مستعجل ولا خايف؟ خايف وهخاف من ايه يعني؟ اطير منك اكمني لقطه يعني امشي من اللقنده العفشه بتاعتكم دي وما تعرفش تلاقيني تاني. لا صح انا خايف تطيري مني. طيب هشاور عقلي واقعد مع ذاتي وبعدين ابقى رد. على بركه الله. تفضل. لا متشكر. طب انستنا يعني ايه؟ يعني قوم. انا الغلطان. منوره هنا. عامل دخان يا ولد. اتفضل يا كبير. ايه دي؟ دورة دي ولا صاروخ دي؟ سلمز يا كبير سلمز. سلمز. قعد كده اشتغل اعمل اي حاجة. يا كبير. الو. ايوه يا عم مخيمر. مين معايا؟ هو انا رقمي مش متسجل عندك ولا ايه؟ انا مكسل ابص على الاسم، مين معايا؟ صابرة يا مخيمر صابرة. طار ولا العار يا صابرة؟ ده انت قديم. بقول لك ايه؟ انا لقيت الكلب اللي اخوه كتل ابوي. لقيتيه؟ لقيتيه ازاي؟ معقول الصورة اللي انا رسمتها طلعت صح؟ رسمة ايه يا مخيمر؟ الرسمة دي تتوه بلد. انا عرفته لما قال لي انه عايز يتجوزني. طبعا عشان عايزني ما خلصش عليه. يبقى تخلصي عليه دلوك. يعني يا عم بخبر كنت بقول يعني اقتله الاول ولا اتجوزه الاول بعدين ابقى اقتله. اللي بتقوليه ده؟ وانا بعدك تاخدي بطار ابوكي ولا بعدك تعملي فرح ونجيب بقى ويجز وحمو بيكا ونف في ايه يا بيت؟ يعني انا كنت بقول يعني اللي احسن ان انا اتجوز الاول بعد كده ابقى اخلص عليها يبقى اسهل وبعد كده هنكون يعني فوق مستوى الشبهات. اللي اخوك قتل بوكي ما يصحش يلمس شعره منيكي. الطار ولا العار يا صابره؟ اقفل يا مخيمر اقفل. انا خابر هو طار مهبب من اوله. انا غلطانه اني اخذت شورتك. قوم يا كبير. ايه ده؟ عاوزه اجازه 3 ايام ويمكن ازودهم شويه. ليه؟ عادي تعبانة وعايزة ارتاح. لا مش وقته. رصيد اجازتي يسمح. بس ظروف الشغل ما تسمحش. هاخدها بدون مرتب. انا شايفك مصممة يعني. من الاخر كده جاي لي عريس. عريس؟ انت جايلك عريس؟ وما يجيليش ليه ان شاء الله؟ بنت ولا مش بنت؟ ومين العريس ده؟ مستر سامح الجست اللي عندنا. غريبة. مع انه شاب كويس يعني وما يستاهلش الحاجات دي. يعني ايه ما يستاهلش؟ ما عشان شاب كويس هيتجوزها. هيتجوزك ازاي بقى؟ وانت في شهور العدة؟ هيخطبني الأول ويستنى لما عدتي تخلص ونتجوز. ولحق بقى يحبك في 24 ساعة؟ عنده نظر. ماشي. أمال إيه؟ مش أنت عايزة تتجوزي؟ اتفضلي على الشغل يلا، اتفضلي. حاجة غريبة والله. اللي عنده نظر قال عايز يلبس نظارة. ايه ده؟ يا نهار اسود ومنيل. ايه كل عيش القصب دوت؟ يكونش فتحوا محل قصب في الاوتيل. الله يخرب بيتك، انت يا ولية لم حاجتك واطلعي بره يلا يلا. مين انت؟ انت مالك انا مين؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ قاتل عني يا ابني. انا جست هنا وقاعدة زي بقية الخلق ما قاعدين هنا والخواجات دول، أنا قاعدة هنا في الأكاندا دي بفلوسي. أنت جست؟ أيوه جست. يا أخي جست من بوقك، يلا يلا برا، يلا برا. انزل انزل. انزل ليه في أقول إيه؟ لك تعال. إيه؟ إيه؟ كلامي في سرة؟ أنا حتجوز صاحب الأكاندا دي كلها. أنت عروسة فارس الجديدة. ده كان في عروسة قديمة؟ كان في موديل قديم ووديناه الحرفيين بيترم دلوقتي. على العموم يا فندم ألف ألف مبروك وبالرفاعي والبنين. استأذن انا بقى. لا استنى. لا والله استأذن. والله ابدا علشان اخلاقك الكريمه والنبيله دي خد لك العود ده شبرق نفسك بيه. يا سلام اشبرق يا سلام والله زمان يا شبرقه
اصل شبرقة القصب دي شبرقة وشبرقرة شبرقرة وشبرقرقة شبرقرقة. اوه ايه مالك؟ اقول له هتجوز يروح يمدل على طلب الاجازه في لحظه في لحظه يا ادهم، ولا كانه صدق. وانت كنت مستنيه ايه؟ يرفض الاجازه؟ المفروض يتجن كده، اول ما يلاقيني هروح لراجل غيره. غير صدقتي بقى لما قلت لك ان فارس مش بيفكر فيكي؟ بالعكس على فكره، هو أول ما هيلاقيني هتخطب لسامح بجد هيفهم غلطه وهيجيلي. أنا بجد نفسي أفهم حاجة، يعني مين قالك إن سامح بيحبك؟ هو؟ أيوة، ما هو سامح بيحبك عشان أنت شبه مراته، يعني هو لسه بيحب مراته الأولانية. هم؟ ولو اتجوزك فعلا بعد شوية هيكتشف إن أنت مش مراته الأولانية اللي ماتت، والموضوع مش موضوع شبه وخلاص يا فريدة. أنا ما فكرتش في الموضوع بالشكل ده. لا فكرتي، فكرتي كويس كمان، متأكدة إن أنت ما تنفعي سامح. وأنا ولا نفع سامح ولا نفع فارس؟ ما هنفع مين؟ ركزي شوية، ركزي، ممكن يكون في حد قصادك بيحبك لله في لله كده، ولا عايز يتجوزك عشان خاطر يورث من جده، ولا عايز يتجوزك عشان دي شبه مراته الأولانية. وده هلاقيه فين بس يا أدهم؟ هلاقيه فين يا أدهم؟ هرب. بحب واحدة قمة في الغباء. اسكت يا رنا، ثلاثة بالله العظيم، لا انت واكله الوكل كله. يا نهار اسود يا نهار اسود، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه اللي بعمله؟ كيف ما انت شايف وزغط البط هنا في الاوتيل. ما الاوتيل بتاعكم ده الزفه فيها بعافيه، اكيد الفراخ بتاعتكم فراخ جمعيه. جمعيه؟ فراخ جمعيه. وايه ده كمان؟ ده هيثم ديك البرابر، جايباه معايا بطوله مع خمس فرخات. ديك اسمه هيثم؟ اللي بتعمليه ده يخرب السياحة في البلد كلها. ده فولكلور فولكلور، حتى الخواجات واقفين من الصبح بيصوروا فيا مبسوطين. بيصوروا عشان يفضحونا. أصلا بصراحة بقى اتخنقت منك. أنت فكرتي؟ فكرت فيها بالظبط، مش فاهمة يعني. موضوع الجواز. أصل يعني بصراحة يعني محتاج أعرفك أكتر. حتى أنت يا صبرا. طب بقول لك إيه؟ إيه رأيك لو نروح أنا وأنت على سكة العاشقين؟ ايه سكة العاشقين دي؟ القعدة اللي بيقعدوا فيها العاشقين. قعدة العشاق يعني. ايوه هي دي. وهتروحي لي بقى بالزريبة بتاعتك دي ولا ايه؟ ما تقاطعش، هناك ربك يرزق. يا شيخة. هيا يا ستي. عايزاني في ايه؟ يدك قطع يدك. حد الله بيني وبينك، ما تقربش ليا لحد ما يجي المأذون ويعقد عليا رسمي انا وانت، ولا مش دي الأصول؟ هي الأصول دي. ها. لما بقى تقعد تجرب لي واجرب لك وخطوه خطوه زي بتوع البندر. لا انا فهماكم، انا بس عايز افهم. يدك بقول لك نزلها. ايه عندكش اخوات بنات؟ انا مش فاهم انا عملت ايه يعني. انا بس يعني الجو جميل، الجو جميل هنا يعني، البحر والشمس بص على ايه الوليه المروشه دي يعني. بقول الحاجات اللي هي مستر بس فين مستر بس تعبت فيها ايه؟ احنا مش قلنا لسه هتتجوز؟ يا ابني انا جيت جنبها. يعني هي كويسه؟ الله يخرب بيتك هجيب لي مصيبه. خلاص خليك معايا انا. بقول لك ايه؟ انا عايزك تلحقني يا مستر فارس، فريده هتتجوز سامح. طيب مبروك. مبروك مبروك إيه؟ مبروك ايه؟ هو انا خالها؟ انا عايز اتجوزها وعايز حضرتك تيجي معايا. اجي معاك اعمل ايه؟ عشان خاطر افضفض لك. فضفض لي؟ ايوه، انا مش بكلمك دلوقتي كصاحب فندق، انا بكلمك كصاحبي، كاخويا الكبير، كابي فارس، عشان خاطري، عشان خاطري تعالى معايا عشان افضفض لك، محتاج افضفض لحد. ثانيه واحده بس يا ادهم، انا مشغول. طب انا شويه وبعدين هبقى اجي. لا لا تيجي دلوقتي معايا، عايز افضفض لحد. انا مخنوق جدا يا مستر فارس. روح خد عدوي فضفض له. بيجيب الطلبات غلط. خد سعيد. عايز تبس. روح للدكتور انجد. عايز حد يعالجه. روح لغلاب. لا 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 لا، متر غلاب بيحبسني، عشان خاطري تعالى عايز افضفض لك بقى. انت يا جدع انت. نعم يا جدع انت. ايه مالكش اهل تفضفض لهم؟ لا ماليش. مالكش اب؟ في جزر القمر. امك فين؟ في بلطيم. مالكش اخ مالكش اخت؟ متخانقين مع بعض، ارمي نفسي في البحر، انا هرمي نفسي في البحر. يا ابني لا، انت مش عايز تيجي معايا. حاضر حاضر، انا جاي معاك. انا عايز افضفض. حاضر انا عايز افضفض. حاضر طيب خلاص. عايز افضفض. يا ابني انت عايز تجيب لي مصيبه؟ انت مش عايز تتجوز؟ عايز اتجوز. انا كمان عايز اتجوز. انت مش عايز تتجوزي؟ انا جاي اقتل. ايه؟ اغسل، جاي اغسل جسمي في البحر. اغسلي اغسلي، وانا بقى هاخده عمال ما انت تغسلي افضفض له. تيجي معايا عشان افضفض لك. تعالى.
انا هاخده واجيلك. ماشي ماشي. الله، لقيت الفضفضه. هذا من لذات يا مفرق الجماعات. وانت يا فارس امك دعيالك. اتفضلي. ادي يا ستي مكتبي في الاوتيل. اشمعنى؟ مش انت قلتي عايزين نقعد في حته لوحدنا ويكون مقفول علينا؟ ايوه قلت صح. صح؟ انا مش فاهم انت صعيديه ازاي؟ ده اللي زيك ما بيشوفوش عريسهم غير في ليله الدخله. الكلام ده كان زمان، انما دلوق بقينا مودرن. طب ها ها، كنت عايزاني في ايه؟ خلصي. انت اللي تقول لي هنتجوز ميتة بعد اللي حصل بيناتنا في قعده العشاق. يا نهار اسود، انت هتلبسيني تهمه؟ ايه بقى اللي حصل بينا في قعده العشاق؟ ايه، مش قعدنا مع بعضنا واتفقنا مع بعضنا ودرسنا اخلاق بعضنا؟ هو احنا كده درسنا اخلاق بعضنا؟ ايوه. وبعدين انت مالك بخيل كده ليه؟ وتطلب لنا حاجه نبل بيها ريقنا. اشربي عصير. ايوه، اطلب لنا اتنين من الحجم الكبير. انا بقى مش عايز اتنين ليا انا. يا ساتر، انت يا زفت، هات اتنين عصير. ايه يا مصطفى؟ ايه في ايه؟ المأذون في اوضته مصمم على الانتحار. انتحار؟ وبيقول انت السبب. انا مش عارف سموك سعيد ليه، ده انت ما بتجيبش غير الاخبار الزفت. اتفضل. سيبني سيبني، ما تمسكنيش. يمسكني ما تسيبنيش. لا ارس على حل، مش فاهمك. ولا انا فاهم، انا هقتل نفسي دلوقتي. لا لا تفعلها يا استاذ. لماذا؟ ارجوك لا تفعلها. لماذا؟ يا جماعه اللي هنا، يا جماعه اللي هنا، الحقونا. ازاي دخل بسلاح الخطير اللي في ايده ده؟ جماعه مين يا ابني؟ مفيش حد هنا غير انا وانت. بجد يا استاذ؟ ايوه. طب ليه حضرتك بتفرهد نفسك وتفرهدني كده يا استاذ؟ اهدى كده، دي الحياه حلوه. لا حياه مع الحياه ولا ياس مع الياس. في ايه اللي حصل؟ في مصيبه يا استاذ غلاب. إيه؟ الاستاذ عايز يموت نفسه. فكر، خلي بالك لو موت نفسه دلوقتي انا مش هلحق اجيب دكتور ينقذه. دكتور وانت ايه، انت سباك يا ابني ولا ايه؟ لا ما تدخلش انت بقى، معلش ما تدخلش انت يا استاذ. بقول لك ايه، الا الايجو بتاعي انا، دكتور بطنه قد الدنيا، كبد، كلاوي، اناوس، مشاوي يعني. بالظبط كده. لكن حديد وبارود لا لا. منكم لله، خليتوني اصمت من كتر الركنه. والله العظيم ما ذنبنا، ما انت عارف منه لله بقى. انت بالذات تسكت خالص، قلت لي هاجي اجوز صاحب الاوتيل وامشي على طول، واديني راكن جنبه من ساعتها. والله كلها ارزاق واسمه ونصيب، صدقني كل حاجه بوقتها يا مولانا، ارجوك. اهو بينتحر اهو. بقول لك ايه، الانتحار هنا ممنوع، عايز تنتحر روح اي اوتيل تاني، ما تجيبلناش هنا مصيبه. انت كمان تسكت خالص، لما انت مش قد الجواز بتعشمهم انك تتجوز ليه؟ طب اهدى بس. إيه؟ مش قد الجواز؟ عيب قوي الجمله دي، عيب قوي. انا اتحطت والله. هيلحق بيسخنك، ارفضه واديني قبضه. دلوقتي مفيش حل تاني غير انك تتجوز صبر، والا هتاخد اعدام اهو. هو يا اما هو ينتحر يا اما ناخد اعدام. خلاص يا مولانا خلاص، هو هيتجوز الليله دي ان شاء الله او بكره بكتير. تمام. انت مالك انت؟ روح اعمل لي قهوه اجري. الوزه الوزه ايه وزفت غوري يلا. ايه ده، حاجه غريبه قوي. هتتجوز ولا هتتجوز ولا ها؟ هتنيل هتجوز. اذا انه لعبه. يا ولادي صبرا، مالك قاعده كده زي تمثال نهضه مصر؟ مبروك عليك. انا كنت خابره انك مش هتقدر تقعد كتير من غير ما تتجوزني، ده انا لقطه. فعلا لقطه من اول السطر اهو، قضى خف من قضى. بقول ايه يا فارس، كاتب الكتاب هنكتبه هنا في اللقنده، لكن الفرح لازم أن يكون هناك في الصعيد. ده لو فضلت عايش. خلي بالك يا فارس، الصعيد هيضربوا نار كتير في الافراح. حاسب رصاصة تاجي كده ولا كده في نفوخك تقتلك. يا ريت تبقى رصاصة الرحمة. رحمة؟ يعني نيران صديقة يعني. طب ايه رأيك لو تاخد مني اللقمة الصديقة دي وتدفسها في خشمك؟ ادفسها في خشمي؟ ما تحسني ملفظك يا ولية. يا فارس ما تكسفنيش عاد، ده انا منقيها لك بيدي. ما هي عشان بيدك ما ينفعش اكلها. هتبص عليه ولا حاجه؟ ممكن اقعد شويه؟
اكيد اتفضلي. طب ايه قولك بقى يا فارس؟ انا بقول يعني لو ينفع تعدي عليا في الاوضه عشان تصلح لي الحنفيه، اصلها بتخر في البانيوم. بانيوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اكيد انا عملت حاجه في دنيتي يا رب. اكيد هو ذنب رانيا بتاعت الشربات اكيد. مش انت صاحب الاكنده دي؟ صاحب الاكنده بس مش سباك. انت عايزه سباك. ويرتيك راجل غريب يخش على عروستك يا فارس. لا لا انت فاهم غلط، ده سباك مش راجل، يعني قصدي مش راجل غريب يعني. ماشي بس يعني انا بقول ان احسن ان انت يعني اللي تاجي حكم. انا في كلام كتير عايز اقوله لك قبل ما نتجوز، مش بعد، قبل. قوم انو ليه القلابه دي؟ قوم يلا بالشي ماشي. هو انت قبض عليا ولا ايه؟ ايه انت معايا؟ معايا. ما تقلقش يا باشا، حفيد عندير هيتجوز البنت السعوديه وهيدينا فلوسنا باذن الله، بس ادعي له يعدي الولاد على خير عشان شكله هيبقى غرام ذهاب الجبل. سلام يا باشا ما تقلقش. التحيه يا حربي. الحنفيه ما فيهاش حاجه، امال بتقولي الحنفيه بايظه ليه؟ عارفة ايه ده؟ ده الفرد اللي هقتلك بيه. تقتليني؟ تقتليني ليه؟ عشان اخد بطارة ابويا منك. ابوك ايه؟ انا معرفش ابوك اصلا. اخوك هو اللي قتل ابوي وهرب من البلد كلها. اخويا ايه؟ انا ماليش اخوات، انا وحيدهم يا ابويا. كذاب. والله العظيم ده انا حتى ما دخلتش الجيش. اتشاهد على روحك. استني بس يا صبري، ده احنا كنا لسه هنتجوز. اتجوزك انت؟ خلاص يا ست بلاش 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 نتجوز. هم قالوا لي ان اخو القاتل هيطلب انه يتجوزك عشان ينسيك الطار يا صابره. شهد على روحك. طب طب ثانيه ثانيه واحده. اشهد ان لا اله الا الله. ايه ده؟ الحمد لله اخدت بطار ابوي ووفرت الرصاصه. ايوه يا مخيمر، بعتلك صوره المجرم اللي اخوه قتل بوكي، اسمه سامح وعندك دلوقتي في الاكنطه. سامح مين؟ انا لسه قتله واحد اسمه فارس. زياده الطار طارين، ادفني فارس واقتلي سامح. ادفن بعدين اقتل؟ وانت بتلعب ببجي يا مخيمر. كلام مات. وديني الغيط. عمرك يا كبير. فارس ما تقلقوش يا جماعه، هيروح المستشفى ويبقى زي الفل. هتعمل ايه بالبتاع دي؟ هنزل الزيت اصله هقدر قوي. ايه ده بلف الزيت ده في الطبي ولا ايه يا دكتور؟ ها؟ ما تيجوا نشوف. يلا اسود. فارس اوعي لا. اسمعوا اسمعوا كلنا يا بقرة. اسمعوا على ايه الراجل الزب بتاعه بيتصفى؟ اسمه الدم. ما تقلقش. يا سلام. هياخد الحورة دي ويبقى زي الفل. مالك متوتر ليه؟ لا يا فندم حضرتك ما شاء الله، بس ليك هبه يا فندم ليك هبه. لا 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 مش عايزك تتوتر خالص. ايوه لنعتبر ده ان هو مش تحقيق. امال ايه؟ نعتبره دردشه لذيذه. ايوه ما بين اتنين اخوات اتنين صحاب. ايوه يا فندم. قول لي يا سيد الناس. قول لي بقى ايه ليه القلبه؟ ليه القلبه يا فندم؟ تحت امرك يا فندم مرني. ده اول واحد شفت فارس انديل مرمي في الجنينه. ايوه يا فندم انا اول واحد شفته مرمي في الجنينه. حصل يا فندم شفته مرمي في الجنينه. ليه عملت كده؟ ليه شفته؟ ليه زقيته؟ ما زقتش حد يا فندم. ليه ما بلغتش على اللي زقه؟ يا فندم ما اعرفش مين اللي زقه، انا رحت هناك حضرتك كنت رايح البتاع كنت عند المدير البتاع. ايه يا فندم؟ ما تتوترش. ما احنا ما تتوترش احنا اخوات يا فندم. احنا اخوات. ايوه يا فندم احنا اخوات. ليه زقيته؟ انا ما زقتش حد يا فندم هشرح لك، انا كنت عند المدير البتاع ورايح البتاع عشان دي البتا دي بوزعها على الناس فلقيته تحت البتاع، بس حضرتك لو سالت عليا هقول لك ان انا بتاع شغل اساسا، ثم انا مش متوتر احنا اخوات. سعيد فارس انديل عمره ما اداك تبس وعشان كده قررت تقتله. لو كده كنت اتخلصت من الناس كلها، انا عمري في حياتي ما حد اداني تبس حتى انت.
وبكده قررت تتخلص من الناس كلها واولهم الراس الكبيره فارس قنديل. قتلته ليه يا فندم؟ انا اغلب من غلب، انا كل طموحاتي وتطلعاتي ان اخد تبس. افتكرت انا مره خدت تبس بس اتسرق مني في نفس اللحظه، بس هحاول وهفضل احاول، مش هيأس ابدا، لكن اقتل مستحيل. المتر غلاب احسن واحد ينفذ الجريمه الكامله. قول لي بقى يا متر، قتلته ليه؟ هو يعني سعادتك انا قتلت من 3 سنين صرصار في الحمام. سادة تعم مين؟ لا لا، انا من يومها بعرفش انام غير بمنوم. بس لقيت الصرصار يقتل اي حاجه. ما تنكرش يا متر انك فشلت تقنعه بالجواز عشان تاخد عمولتك، وبكده قررت تقتله. يا فندم ما فشلت ايه بس؟ فلا الله ولا فعلك. وبعدين ده لسه مهله جده ما خلصتش، يبقى ازاي فشلت؟ يا راجل، وحد يتجوز بالسرعه دي؟ سعادتك جالك 30 مليون، مش هتتجوز حالا يا فندم؟ 30 مليون؟ يعني 30 الا كده من غير العموله يعني. يبقى عشان كده قررت تقتله. الله يخليك يا فندم، ده كله من ذوقك. ايه؟ زعلانة على فارس قنديل؟ طبعا، مش المدير بتاعي؟ ده أنا مقهورة والله. مديرك؟ يا ولا مديرك بس؟ فارس قنديل يبقى مديرك وحبيبك. حبيبي؟ إيه حسن باشا الكلام ده؟ إحنا ناس محترمة ما عندناش الحاجات دي. تنكر إن أنت بتحبيه من زمان ونفسك تتجوزيه؟ تنكر إن أنت بتحبيه من زمان ونفسك تتجوزيه؟ من غير زعيق، حضرتك عرفت المعلومة دي منين؟ وأنا ميك اب ارتست، أنا ظابط مباحث. هي الحكومة مركزة معانا قوي كده يعني؟ لا، مركزة مع المجرمين بس. أنا مش مجرمة. طبعًا، بعد كل اللي عملتيه لفارس، وكل اللي قدمتيه من حب، شعر، ميك اب، آي لاينر، جت صبرا. بعبايتها السمرا من الصعيد خطفته منك. وطبعًا، حيائك كأنثى ما قدرتش تستحمل، فقررتي تقتليه، صح؟ ممكن نركب موضوع القتل ده في جنب خالص؟ فارس مش هيتجوزها، مش هيتجوزها، افهمها لكم ازاي؟ بعدين هو اصلا طول الوقت قرفان منها. فانت قررت تقتليه عشان خاطر تريحيه من القرف اللي هو عايشه مع صبرا. يمكن. هتعمل ايه؟ تجلع خلقاتك ليه؟ انا متعود احقق وايدي ما فيهاش اي حاجه. صبرا، فارس قنديل قال لك انا قرفان منك، قرفان منك، قرفان منك، وانت ست السعوديه دمك حامي، ما قدرتيش تستحملي الاهانه فقررت تقتليه، تقتليه، تقتليه. ايه الاوفر ده؟ ما قتلتوش، بعدين يقرف مني كيف؟ ده كان بيحبني وهيتجوزني، ده انا كنت بشيل اللقمه من خشمي ادسها في خشمه. ايه القرف ده؟ طيب تفسري بايه؟ إن إحنا لقيناه مرمي تحت بلكونتك، أنت اللي زقيتيه؟ عادي يعني، السيما ما خلتش. تلاقيه كان يعني بيطلع عشان يجي لي البلكونة زي اسمه إيه؟ جوليو روميت. جوليو روميت؟ أيوه، الواد ده اللي شبه البنات ده اللي غرق في التايتانيك، اسمه إيه ده اللي هو رونالدو داكابوريو. داكابوريو؟ أيوه. ليوناردو ديكابريو، بقى داكابوريو؟ تفاصيل. الحمد لله إن فارس هيموت قبل ما يتجوزك. هو ما ماتش؟ لا ما ماتش، وإن شاء الله هيفوق ويقول مين اللي حاول يقتلها. أنا مش فاهم يا سعادة البيه اللي جابني هنا، أنا حاسس إن حضرتك عايز تحطني في قفص الاتهام، بس أنا ماليش دعوة بالموضوع دوت. مش عارف ليه عايز أدخلك في قفص الاتهام؟ عشان أنت اللي قتلت فارس قنديل. انت بص فين، بكلمك انت. بتكلمني انا؟ بكلمك انت يا باشا. قتله ليه ان شاء الله؟ انا مأمور ضرائب مش قتال قتله. وفارس قنديل ما دفعش الضرائب وعشان كده قررت تقتله. بتبص فين، انا بكلمك انت. حضرتك بتكلمني انا؟ مفيش غيرنا يا باشا. قتله ليه؟ عشان ما دفعش فلوس الضرائب. هي فلوس الضرائب دي راحت لخالتي، ما راحت للدوله. وانت راجل بتخاف على حق الدوله. اه، فقررت ان انت تقتل فارس قنديل عشان ما دفعش حق الدوله. بتبص فين، بتبص فين، انا بكلمك. حضرتك بتكلمني انا؟ ايوه يا باشا. قتله ليه؟ انا مالي بالحاجات دي كلها، انت مين اللي قال لك على الحاجات دي يا باشا؟ تنكر ان في طار بايت ما بينك وما بين فارس قنديل؟ المتر غلاب قال لي على كل حاجه. المتر علاب قال لك على كل حاجه؟ المتر غلاب. معلش يا باشا، اصل انا لما بتوتر النقط بتروح مني. لا لا لا، مش عايز تتوتر خالص،
سيجارة؟ أنا هقول لك على كل حاجة ساعدت بيه. طبعاً عرفت اللي حصل. طبعاً أنت أكتر واحدة زعلانة على فارس. أنا؟ ليه بتقول كده؟ شفتي كنت بتجري ورا عربية الإسعاف وكان هاين عليكي تركبي معايا. هو أنت ناسي إنه المدير بتاعي؟ هو المدير بتاع الكل، إشمعنى أنت اللي عملت كده؟ أنت بتبالغ قوي على فكرة. أنا بس مستغرب، المفروض عروسته هي اللي تعمل كده. عروسته؟ أنت بتصدق الكلام ده؟ فارس عمره ما يتجوز واحدة زي دي أبداً، أنت مش شايف هي عاملة إزاي؟ يا رب يفوق عشان نعرف هو هيتجوز مين بالظبط. تفتكر هو لو فاق ممكن يرجع لها؟ ياه الدرجة دي خايفة يرجع لها؟ لا بقى، واضح ان اعصابك تعبانة قوي النهاردة. اعصاب انا برضو؟ تصدق انا غلطانة اني اتكلمت معاك؟ عن اذنك. يبا 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 قدر ولطف يا صابرة، قدر ولطف. لمي خلقاتك وريلك في اسنانك واهربي اهربي اهربي يا صابرة. وقته ده وقته ده وقته ده. ايوه الو مين معايا؟ انا صابرة. صابرة يا مخيمر. الطار والله العار يا صابرة. طار ايه وليلة ايه؟ ما اتكشفنا خلاص. الضابط شاكك فيا يا مخيمر. الضابط شاكك في الاكندا كلتها. لو هربت دلوقتي هتبقى انت اللي هربت لوحدك وهيشك فيك لوحدك بس. يا سلام، يعني عاوز نستنى لحد ما اللي اسمه فارس ده يفوق ويقول لهم ان انا حاولت اقتله. لا، انا عايزك تفضلي قاعدة لحد ما تقتلي سامح، بعد كده تهربي عادي. اقتل سامح؟ وانا بقتل دبانة ولا ناموسة يا مخيمر؟ القتل هنا وعر قوي. الطار ولا العار يا صبرة؟ اهو ده اللي انت فالح فيه، طار وعار. اقول له ايه ده بس؟ اقول له ايه؟ ما هو كزيون هو، خسس عليك حاجة؟ نيلي جاي تاني؟ تاني يا كبير. عيب يالي. اها قفشتك يا غلاب، بقى انت تستخبى مني انا؟ زودي بيه؟ انا استخبى منك؟ الله، واستخبى ليه؟ استخبى ليه؟ عشان فتنت عليا قدام الضابط، قلت ان في طار بايب بيني وبين فارس، عايز تلبست المهمود. لا، اكيد انت فهمت غلط. يا باشا ده قالهالي وش، انت اللي قتلته. يبقى هو اللي فهم غلط. ما هو بالعقل كده، الضرايب ليها فلوس عند فارس. افرض فارس مات، مين هيجيب حق الضرايب؟ البوليس. يا سلام، تقوم انت ملبسني القضية. لا ما تخافش، انا هدافع عنك بنفسي. يبقى خدت اعدام باذن الله. من بقك لباب السماء. وبعدين بالعقل كده يعني، انت مش محضر مأمور ضرايب صغير كده لا قدر الله حصل لك حاجة يتصرف؟ لا، انا محضر محامي صغير كده يدافع عني باذن الله بعد ما اقتلك. يا سعيد، بقول لك ايه؟ سعيد استنى يا غلاب. ايوه يا مخيمر، ايوه انا خارجة من لاكوندا دلوك. سيبت خلجاتي، انا سيبت خلجاتي. انا عايز اقول لك حاجه مهم، انا هستنى لما سامح ده يبقى يخرج من المكان ده، بعدين ابدا اقتله. على فين عروس؟ اجيب امه. ايه امه؟ اجيب ابره وابور الجاز. الابره وابور ايه؟ وابور الجاز. وابور الجاز؟ والله انا اللي جبت جاز من عمايلكم كلكم. في عروسه تسيب عريسها وتروح تجيب ابره؟ ده كلام برضو. هو فين عريسي ده؟ فين؟ ها، مش انتوا اللي قلتوا ان هو في المستشفى في العنايه المتركزه وممنوع الزياره؟ لا، خرج من الصبح بدري من العنايه المركزه، في اوضته دلوقتي. اوضته في المستشفى؟ لا، اوضته هنا في الاوتيل. سبحان الله سبحان الله. مالك كده يعني مش فرحانه يا خيتي؟ كيف؟ ده انا هطرشق من الفرحه، مش شايف الطرشقه؟ مش شايف شيء؟ باين بصراحه. ايوه، ما دام بتطرشقي من الفرحه يلا بينا بقى، احنا رايحين له على اوضته. دلوك؟ اه دلوك. امال دلوكيت؟ بيني وبينك يعني؟ بفكر اجيب معانا المأذون نكروت فارس ونجوزهولك قبل ما يفوق من تأثير البنج. يلا يلا يلا. طب وابور الجهاز؟ انت مش قلت انه هيفوق دلوقتي؟ ايوه فندم، هو فعلا فاق، بس احنا اللي مش واخدين بالنا. مش انت فوق دي فاروسه؟ ها؟ اجيب لك ميه سكر؟ انت بتكلم مين؟ انت مدعي يا ابني؟ بتكلم مين؟ انت بتشتغلنا؟ مين ده اللي فاق؟ ده نايم وفي سبع نومه وقرب يشخر كمان. ايوه يا فندم، مع انا هفهم حضرتك بالراحه. بص يا فندم، هو الاول بيفوق لجوه. لجوه؟ وبعد كده بيفوق لبره، يقوم يحس بينا كلنا. ايه الفكت ده؟ انا ماشيه. لا، ودي تيجي لازم مستر فارس لما يقوم يلاقي عروسته الحلوه. الله عليك وعلى رمزيتك الجميله. هو ده. انا فين؟ انت في الاوتيل يا مستر فارس.
الحمد لله على سلامتك. ألف حمد لله على السلامة يا فارس. الحمد لله على السلامة يا فروسة، قدرت أنقذك من الموت. موت؟ موت؟ وأنا كنت هموت. بالراحة على الراجل، أنت إيه ده؟ الراجل لسه من غيبوبة، بالراحة. ركز معايا، ركز معايا. أنا مستنيك عشان تفوق عشان تقول لنا إيه اللي رماك تحت بلكونة صبرا. صبرا مين؟ صبرا عروستك، أنت نسيت يا فارس ولا إيه؟ بالراحة. فارس؟ مين فارس؟ يا نهار أسود. حلاوة. ده مش فاكر اسمه. الحمد لله على كل شيء. الله يخليك، ركز معايا. كلنا لنا مستنيك تفوق عشان تقول لنا مين اللي حاول يقتلك. اتكلم بقولك. يقتلني هو انا كنت هتقتل؟ ايوه، ومحدش يعرف مين القاتل اللي انت قاتل. معرفش مين القاتل. انتوا مين؟ يا نهار يوم كحلي، بتعمل حاجه يا دكتور الغبره انت؟ اطمنوا يا جماعه. ايه بس يعني الناس كلها ولعانه توتر وانت اطمنوا يا جماعه. ايه عنده ايه يا فندم؟ اقول تاني عنده ايه؟ طيب حاضر. هو تقريبا فقد الذاكره نتيجه للوقعه اللي وقعها من البلكونه. يا نهار ابيض. مالك مشاعرك الفياضه باينه قوي. على فكره يا فندم، فقدان الذاكره ممكن يبقى بشكل مؤقت. ايوه، يعني ممكن مثلا يقعد معاه لمده 3 4 سنين، 15 سنه، ويرجع له بشكل سرسوبي. وانا بتحاسب ولا ايه؟ حاسب انت لابس ابيض؟ ملاك الموت والشيطان لابس احمر. تفتكر يا سامح فعلا مستر فارس فقد الذاكره؟ وارد، الوعكه جامده جدا. مش قادره اتخيل الانسان لحظه كده ينسى حياته فجأة بدون أي سبب. مش مهم، المهم حياته اللي جاية. اللي جاية إيه؟ ما اللي جاي مبني على اللي فات. مش شرط. مش شرط إزاي؟ جايز إن ما قدرتيش تقنعيه بيه زمان تقدري تقنعيه بيه دلوقتي بعد ما فقد الذاكرة. تقصد إيه؟ يعني مقترحاتك في الشغل مثلا أو أي حاجة تانية. والله فكرة، عن إذنك. فريدة، تنسيش تطمنين عملت ايه؟ حاضر. انت ايه؟ يعني ما لقيتش مكان فاضي على البركة. بركة؟ انت قصدك البسين. بس ايه مبركه، مش فارقه. طيب ما علينا، هديك عايزه حاجه؟ يعني الجو جميل وبركه وخضره، قلت اجي اقعد مع الوجه الحسن. يا رب يخليكي. شكرا، بعد اذنك. اقعد، اقول لك بركه وخضره ووجه حسن. سليني. نعم يا فندم. طهقانه سليني. ما تقلقش، ان شاء الله ذاكرتك هترجع لك قريب قوي. والله يا انت اسمك ايه؟ فريده. والله يا فريده انا نفسي مش عارف اذا كنت عايز ذاكرتي ترجع لي ولا ما ترجعليش. ليه بتقول كده؟ اصل في بيلمان هنا اسمه سعيد. ايوه اسمه سعيد. قال لي ان انا قبل ما افقد الذاكره كنت واقفه مشاكل كتير قوي. ده حقيقي فعلا، بس احنا كنا هنحلها سوا. يعني سوا انا ومين يعني؟ انا وانت طبعا. ده بصفتك مديره الاوتيل ولا مديره الريسبشن؟ عشان انا خطبتك. خطيبتي؟ حط صوتك هيسمعونا. ايه ده؟ مين دول اللي يسمعونا؟ خطوبة دي كانت في السر ولا ايه؟ حاجة زي كده. تعالى مولى. أصل أنا في شهور العدة. يا شيخ؟ والله قدامي شهرين ونص وتخلص، المفروض إن أنت بتموت فيا وبتحبني وهتستناني ونتجوز. محدش يعرف الموضوع ده غير أنا وأنت. سر كبير، شهرين ونص؟ أنت حتى رفضت تتجوز أي حد بسرعة عشان تاخد الميراث بتاعك والله. قلت تستناني عشان انت بتحبني. انا؟ مش ممكن. مش ممكن ليه ان شاء الله؟ ما تحبش انا ولا ما تحبش؟ لا مش قصدي، مش قصدي، انا قصدي يعني مش شايف يعني دبل في ايدينا ولا حاجه. امال انا بقول ايه من ساعتها؟ خطوبه سريه. عشان كده منطقي صوتك يعني. غريبه قوي الحكايه دي. ما تخافش، انا مش هسيبك ومش هتخلى عنك. مش عشان يعني انت فقدت الذاكره فانا هروح اتخطب لواحد غيرك يعني. يا شيخ لا 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 لا، براحتك، براحتك خالص. انا اصلا مش فاكر انا مين، ولا فاكر ايه اللي بيحصل، ولا فاكرك اصلا. على فكره الاهتمام ما بيطلبش. انت قلتي لي اسمك ايه؟
فريدة. ماشي يا مجيد. يا رب، بقالي ساعة مش فاهم منك نص كلمة. أباي، يعني أعمل لك إيه؟ يعني أنزل بالترجمة؟ أنا اسمي صابرة مش أنيس عبيد. الله، كمان متعصبة. الله، أنت مغير لف ودوران، أنت عايزة إيه؟ قصدي يعني أقول لك إن البت اللي أنت حاطط عينيك عليها واللي اسمها فريدة. لا لا لا، أنا ما أسمحلكيش تقول عليها بنت، لأن أنا ما بحبش. أنت أساساً أمك خلقتك وأنت مستباح. الله، اسمك الله. سامح. إيه ده؟ أنت كمان بتقلشي على اسمي؟ براحتي. المطلوب إيه؟ قصدي يعني أقول لك إن البت اللي أنت حاطط عينيك عليها واللي اسمها فريدة هي بذات نفسها حاطة عينيها على فارس. ومش فارس ده خطيبك؟ كان، ده فعل ماضي قبل ما يتجندل على عينيه ويفقد الذاكرة. يعني ناوية تبيعيه وتسيبيه؟ وأنا أساسا كنت اتمكنت من إيه؟ عايزة مني إيه؟ خد أقول لك. نعم؟ خد أقول لك. أنا ما عارفاش أتحدث معاك هنا. الناس بيبصوا علينا. ناس مين؟ أنت شايفة حد أنا مش شايفه؟ إيه رأيك لو أنا وأنت نروح مع بعض على سكة العاشقين؟ سكة العاشقين؟ سكة العاشقين؟ آه، أنت قصدك قعدة العشاق. أيوه هي دي. مالكم محبكينها كده كومبليكس كلكم؟ الله على الانجليش بتاعك. قاعدين في سياحة وكده. عايزة ايه؟ عندي كلام كتير رايدة اقوله لك. انت لازم تفهم حاجة مهمة جدا، لازم تتجوز بسرعة قبل المهلة اللي مديها لك جدك الله يرحمه ما تخلص. ايه ده؟ هو انا جدي مات؟ الله يرحمه. وكمان موصي انك لازم تتجوز في خلال شهرين، والا هتخسر 30 مليون جنيه، ده غير عمولتي بقى والمصاريف الادارية. ايه الغلاسه دي؟ جدي ده كان غلس قوي. لا لا لا، عيب 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 يا ولد، انا ما اسمحلكش على جدك كده، عيب. ومش عيب يعني ان هو جوزني بالعافيه؟ انت مش فاهم، انت اساسا بتحب الجواز. بتحب الجواز جدا. كنت عارف شويه والنبي يغلبها، عايز اتجوز، عايز اتجوز يغلبها، وتشدي في الجاكيت وانا حاسس بيك. ده انت فظيع في موضوع الجواز ده. يا خرابي. انا خلي بالك، هتتجوز بنت صعيديه؟ يا سلام، لهطه قشط على صحن بيض وعيش مفقع اسمها صبره. اجمل ما انجب وجه ابلي على الاطلاق. وكمان صعيديه؟ انا ايه اللي وداني الصعيد اصلا؟ يا عم انت هتخلف عيال جدعان ورجاله وهتسميهم كلهم هريدي. افخر بنفسك يا ابو الرجاله. وادي صورتها هي يا سيدي. ده انت هتنبسط اهي. يا مالها ناشفه كده؟ انا هتجوز دي؟ هي دي اللي انا وقعت في غرامها؟ انت بتحلم بيها ليك 20 سنه، ويشاء العليم الكريم تخبطه راس في راس كده. تقابلها قدرك. لا لا لا، ده مش حلم، ده اكيد كابوس. مبروك يا عم، هتحقق كابوسك وهتاخد ميراث جدك كمان. كلنا بقى ننبسط كده ونصرف ونسدد ديوننا. هو حضرتك مين يا صبره؟ ما يصحش كده. لا لا، وانا فين من الارض هنا؟ ايه اللي انت بتعمليه فيا ده؟ لا، فيلم خرج ولم يقعد يا خفيف. في اوعي، هو انت صاحبه بهيمه؟ وانت بتقول تبقى زي بهيمه من بهايمي؟ خلي بالك من ملفظك بقى. ادي اللي كنت عامل حسابه. ادي اللي كنت عامل حسابه. يا عم عامل حساب ايه؟ سامح استغلك انت فقدت الذاكره وبدا يلعب على صبره. ودي تلعب عليها دي؟ يا عم سيبه. يا عم قوم الحقها، قوم 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 يلا. خليه يشربها. شربها ايه؟ كده مراسع ضاع علينا. علينا؟ عليك يا سيدي، انا بقول لك ايه، انا بحذرك. والله العظيم ده انا غايب في داهيه. مستر فارس. سعيد، خير؟ كنت عايز حضرتك في كلمتين على انفراد. ما احنا على انفراد اهو. اقعد. بعد اذنك يا طبعا. عم اقعد. انا في سر خطير كنت مخبيه على حضرتك طول الفترة اللي فاتت. مخبيه هنا يعني؟ لا. سر ايه؟ انا اخوك يا فارس. يا حبيبي طبعا انت زي اخويا، قول بقى ايه هو السر؟ لا، أنا أخوك بحقه حقيقي. مش شايف حتى الشبه اللي بينا؟ حواجبنا زي بعض، لون عيوننا زي بعض. أنت عليك سودا. مركب لينسز حتى. ركز. إيه ده؟ حبيبي يا أخويا، تعالى يا سعيد، تعالى في حضني. 40 سنة ما شفتكش حبيبي. حبيبي يا فارس. حبيبي يا فارس. حبيبي يا سعيد. أقعد يا حبيبي، أقعد يا حبيبي. حبيبي بس أنا ما حدش قال لي حاجة عن الموضوع ده. أصل جده قنديل كان مكبي عليك السر دوت. إكمني يعني كنت بيلمن. يا حبيبي بيلمن ده أنت. لا لا خلاص، من النهارده مش هتبقى بيلمن.
ربنا يخليك يا فارس، ربنا يخليك. جدو قنديل. جدو قنديل؟ كنت محوش معاه 100,000 جنيه كان بيستثمرهم لي، فانا يعني بعد اذنك عايزهم دلوقتي من غير فوائد، 100,000 جنيه زي ما هم. 100,000 جنيه؟ وجبتهم ازاي وانت شغال بالما؟ كنت بحوشهم من تعبي وشقاي، وهو بصراحه كان مستأمني وانا كنت مستأمنه. جده بقى. لا يا حبيبي من عينيا، انا اديهم لك طبعا. يا اخيرا لقيتك، اخيرا لقيتك اخويا. فاكر يا سعيد؟ فاكر جنينه القرمان؟ احلى جنينه. وفاكر، فاكر المراين الصغيره اللي كنا بنلبسها دي؟ احلى مراين. فاكر دادا نفيسه؟ احلى دادا. امشي يلا غور من هنا. ليه؟ لا في قرمان ولا في دادا، امشي يلا. سعيد قوم اقف، قوم اقف. البس البتاعه دي. حاضر. لف. غور في داهيه. وال 100,000 جنيه؟ غور. يا اخويا. غور. حاضر حاضر انا اسف. 100,000 عفريت ركبك. واه يا خسارتي، يا خسارتي، يا تعبني حال. فارس. معلش مين حضرتك؟ طبعا اكيد مش فاكرني عشان فقدت الذاكره. هو انا كنت اعرفك قبل ما افقد الذاكره؟ انا حبيبك مامور الضرايب بتاعك. لا مامور الضرايب بتاعك غلط، في مامور ضرايب لكن مفيش مامور ضرايب بتاعك. بتاعك عشان حبيبك وهنحقك من السجن اللي انت هتخشه. ايه ده؟ هو انا كنت هتسجن؟ كنت وما زلت. ليه؟ لانك تعتبر متهرب ضريبي انت وجدك. بس ما تقلقش، احنا توصلنا لاتفاق ضمني قبل ما تفقد الذاكره ب 10 دقايق. وايه بقى الاتفاق ده؟ انك هتنشفنا مبلغ الضرايب على طول، توتو على كبوتو اول ما تقبض الميراث. وكمان هدفع مره واحده؟ ده من كرم اخلاقك وانسانيتك، قلت اللي انت هتبني لنا مبنى الاداره الجديد في العاصمه الاداريه الجديده. وانا كنت طيب قوي كده قبل ما افقد الذاكره. كنت طيب وهتبقى اطيب بعد ما فقدت الذاكره. لا 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 بص، انا مش فاكر اي حاجه من اللي انت بتقوله ده. وعموما كلم المحاسب الضريبي بتاعي. ايوه امين. مش فاكر، ما اكيد عندي محاسب ضريبي. ايوه صح، اكيد مش فاكر عشان فاقد الذاكره. ايوه اللي هو مين يعني؟ يا عم انا فاقد الذاكره. الله. حاضر يا فارس، والله لا تندم. واه يا غزالي، واه يا غزالي، يا تعب لي حالي، واه يا غزالي. ممكن اعرف انت جايباني هنا ليه؟ انت اسئلتك كتير ليه؟ انا يعني بحب المكان ده اكتر مكان بحبه في الكوكب، يعني ده الموقع اللي انا بحبه جدا. انت جيت هنا قبل كده؟ لا ده اول مره. ايه ده صبرا، عايزه ايه؟ انا يعني كنت عايزه عايزه يعني زي ما تقول كده. ايوه دقيقه. ايه؟ دقيقه. ايه بتقولها؟ ايه دقيقه؟ ما تغشش. اغش؟ عايز اقول لك، عايز اقول يعني كنت عايزه اقول لك يعني خلصيني اعمل لك ايه؟ بالخط وحش. طب هاتي هاتي اقرا. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتهزر؟ ايه انت على طول مستعجل؟ امسك داي، هات ده. 2 كيلو طماطم و2 خيار. انت عايزه مني طماطم يا ايه ده؟ ايه يا صبري؟ اخوك قتل ابويا وانا جايه هنا عشان اخد بطار ابويا منيك. اخويا انا ما عنديش اخوات، انا كل اخواتي بنات اصلا. وانا ايش ضمني؟ أنا هقتلك من باب الاحتياط. إيه ده إيه ده؟ ليه طب يا صبرا؟ طب استهدي بالله بس، استهدي بالله. اتشهد على روحك. خلي نفسك. ثابت. المكان كله محاصر، البحر محاصر. عايز تقتلي سامح يا فندم؟ عايز تقتلي سامح بعد ما حاولت تقتلي فارس؟ والله وقعت يا صبرا. والله وقعت يا صبرا. والله وقعت يا صبرا. أنت رايح فين يا حسن بيه وسيدي؟ رايح فين؟ ما خلاص وقعت. نعم صبرا على البوكس. حاجة الوجيه يا حسن بيه. صبرا مش ندمانة، العار ولا الطار، العار ولا الطار. بس يا جماعة لما عرفنا ان صبرا قاعدة مع الأستاذ وائل سامح. يا فندم. يا فندم سامح قاعدة مع الأستاذ سامح في قعدة العشاء، عرفنا ان هي دي الفرصة المناسبة عشان نقبض عليها متلبسة. عرفتوا منين انهم في قعدة العشاء؟ لأن كان ساعتها. ايه يا استاذ؟ انا فاكر السؤال ليه بس معلش. انا واقف اتكلم. اتفضل. الخطه دي حطيناها مع الاستاذ سامح يستدرك صبرا عشان خاطر تحاول تقتله عشان تاخد بطار ابوها منه. وانتوا ازاي عرفتوا انها جايه تاخد بطار ابوها منه؟ اقول لها انا ولا تقول لها انت؟ لا اتفضل قول لهم حضرتك. احنا عارفين ان صبرا كانت بتحاول تقتل مستر فارس عشان شك ان اخوه هو اللي قتل ابوها، لكن بعد التحريات اكتشفنا ان سامح هو اللي مقصود واتفقنا معاه على الخطه. طب هو مستر فارس قال لكم ازاي ان صبرا حاولت تقتله وهو اصلا فقد الذاكره؟ اقول لهم انا ولا تقول لهم انت؟ لا اقول انا بقى المره دي. الحقيقه يا جماعه انا ما فقدتش الذاكره ولا حاجه.
ما فقدتش ما هدي كانت فكرة قالها لي حضرة الضابط عشان نقبض على صبرة. يا جماعة صبرة لو عرفت إن مستر فارس فقد الذاكرة مش هتخاف وتهرب، هتفضل في الأوتيل لحد ما تقتل سامح. يا سبحان الله ده طلعت الدنيا صغيرة قوي. آه شوية. ثانية واحدة، ده تليفون صبرة. ألو؟ الطار ولا العار يا صبرة؟ أيوه يا مخيمة. إيه دي؟ مين معايا؟ أنا الضابط حسن، اجهز عشان جايين ناخدك. ضابط؟